توافد الزائرين، هنا خبر الحقيقة مهم جدا وتعبير عن، شوفوا المصريين دايما عابرين للطائفية والمذهبية وللخلافات الدينية، مش هتلاقي المصريين إلا دايما في معسكر السلام والتعايش وطول الوقت. النهاردة في دير الأنبا بيشوي أقيمت ذكرى رحيل قداسة البابا شنودة، هذا الرجل المصري العظيم، وكان يعني من المشاهد دي صور كانت الرحيل، ما في صور عندك من اللي حصل النهاردة؟ دي صور رحيل البابا يعني، لكن في صور من ذكراه يعني إحياء ذكراه النهاردة، وكان المشهد المهم في إحياء ذكراه كان فيه وجود من يعني عدد من السيدات المسلمات الذين أحببن هذا الرجل كمواطن مصري وكقيادة كانت دائما في صف الوطنية المصرية، راحوا وزاروا الدير وأحيوا ذكرى البابا شنودة. مش عارف معانا فيديو لده ولا لأ؟ معانا؟ طيب نشوفه. اهلا بيك. ممكن سبب زيارتك لمزار قداسة البابا شنودة النهاردة؟ ياخد بيت شيء وناخد بركة ويبقى معاها كده نتفرج على الأثار بتاعتنا. بركة غالي علينا برضه. تسمع انت عن قداسة البابا شنودة طبعا مدريان، ايه كان ايه رأيك فيه؟ لا بصراحة يا ريت كل اللي يجي بعد يبقى زيه بالظبط. بتمثل الزيارة طابع مصري وطني يعني. طبعا اخوات مفيش فرق بين مصري ومكسيكي. هل بتطلبوا طلبات برضو يا استاذة نفيسة؟ يعني مثلا يعني بيت زي بيت ربنا ندعي فيه باللي احنا عايزينه ربنا يستجيب. هل جيت قبل كده هنا؟ لا اول مرة. وانا يعني بتاع الجوامع بتاع باب اسمها ايه؟ اسم حضرتك؟ نادية ام مينا، مينا في امريكا. وهاجر من كنت في امريكا وكده. يعني لو عرفنا حضرتك اسمك بالكامل؟ نادية منير حبيب جليني باشا من المغاغر منها. حضرتك؟ فيسا احمد ابراهيم الشرقية السمان. نادية في السمان. احنا جرين جايين مع بعض. وديتها الجامعة الجمهورية، وديتها كنيسة القديسة مارينا والأمير تلبس. جميل. هناك وسلمنا على حبايب كلهم كده. وانطباعك عن المزارات المسيحية لما كنت بتروحي وبتشوفيها؟ أنا بصراحة كنتش أعرفها. أنا حبيت المارينا، حبيت أعرف برضه الحاجات بتاعتهم إيه والحاجات بتاعتنا إيه، مفيش فرق بين ده. كان ايه انطباعك عنها في الزيارات كده يعني؟ كلها سطحي، ما نعرفش اي حاجه عن الدين المسيحي. لما عرفت عرفنا حاجات كتير خالص. انتوا صحاب من زمان يعني؟ 3 سنين او 4. لان انا فاتحه محل وبدفع حاجات محلية عمرانية بروز يعني هي بتخدمني. سبق لو كلمه تقوليها لبابا شنوده بعد ربنا يرحمه ويجعل مصايب الجنة ويخلف من بعد واحد احسن زي وجيه بابا تودروس. وجيه بابا تودروس للمصريين بشكل عام. طبعا ربنا يرفع شأن مصر على طول ويبقى الامن والامان يصفصف. حقيقي ده مشهد مش هتشوفه الا في مصر، انه يكون في احياء لذكرى قيادة دينية من دين آخر، لكن المصريين لا ينظروا إلى هذا الأمر على أنه دين آخر، ودايما طول الوقت عايشين في هذا المناخ الآمن المسالم. حقيقي مش هتلاقوا في حتة تانية بجد. أنا فاكر كويس جدا أني بعد الحرب الأمريكية على العراق وسقوط بغداد سافرت فترة في تغطيات إخبارية لبغداد، كان عمرو الكحكي كمان هناك. اللي شفناه من مذهبية يعني يشيب له الولدان الحقيقة، مع كل المحبة للشعب العراقي. يعني كان في طبعا أكيد في ناس في العراق وشعب العراق ربما أراد أن يحيا حياة آمنة سليمة ومن غير هذا الانقسام، لكن الحقيقة كان في قيادات شديدة التطرف، لدرجة أن في أحد المرات قابلت قيادة من قيادات الشيعة الصغيرين قال لي احنا عندنا سجن خاص عاملينه في منطقة شيعية في 30 زنزانة سجنين فيه قيادات متطرفة من السنة او من قيادات حزب البعث. يعني بص الصراع وصل لحد يعني اعمال مسلحة لدرجة بناء سجون وخطف ناس، غير القتل اللي على الهوية، غير التفجيرات اللي احنا بنشوفها. الحمد لله الذي اسبغ نعمة الامن والاستقرار والمحبة والسمو الوطني فوق كل خلافات دينية أو مذهبية أو عرقية في هذا البلد. ما
بفضل الله. وعشان كده ربنا كرمنا والبلد واقفه على رجليها فيما يتخطف الناس من حولنا.